مناسبة ثمينة وفرصة سعيدة اللي قام بها السي الأطراسي عادل وتفضل وهيئ هذا التكريم هذا اللي في واحد المستوى رفيع جدا اللي أثر عليا جدا. وهنا كيتبين بأن خير خلف لخير سلف، إنسان مستوى ديال هذا السيد هذا جميل جدا وإن شاء الله غادي يمشي بعيد لأنه عنده روح المسؤولية وعنده روح العطف على المواطنين وعلى الشأن العام. الله يجزيه بخير وشكرا لكم على هذا الاحتضان هذا التكريم. العام لولاية الرباط هذه الجائزة. هو مجلس مقاطعة السويسي نظمات اليوم واحد حفل ديال التكريم ديال أول عمدة مدينة الرباط هو سيدي عمر البحراوي، لأن التكريم جاء من أجل يعني إعطاء واحد الرسائل إعطاء واحد الرسالة اللي كتحمل مجموعة من الدلالات على الاعتراف على الكفاءة ديالو وعلى المنجزات ديالو وعلى المشاريع ديالو اللي قدمها العاصمة المملكة المغربية على جميع المستويات. وأنا كرئيس ديال السويسي وحنا كمجلس لا مستشارين لا منتخبين إلى أطر كفاءات ديال المجلس خدينا هاد الفكرة باش نديروا تكريم لهذا الرجل، لأنه يعتبر رجل دولة، لأن عنده تجربة كبيرة في تزيير الشأن العام وكذلك في تزيير الشأن المحلي. وأنا شخصيا كرئيس ديال السويسي أعتبره يعني مدرسة وأعتبره كذلك جامعة متعددة التخصصات، لأنه السيد العمدة السابق لمدينة الرباط فهو الرجل السياسي والرجل الاقتصادي والرجل الأكاديمي. أنا شخصيا استفدت مجموعة من التجارب ديال هذا الرجل هذا، واليوم أنا كرئيس ديال السويسي أفتخر وأعتز بالتجربة والحنكة ديالو والمسار ديالو الأكاديمي والسياسي. وكذلك احنا كمجلس كنعترفوا اليوم بالمجهودات اللي قدم سكان مدينة الرباط وخاصة دراوش. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.